أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. سبحان الله. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. سبحان الله.
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بسم الله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. سبحان الله. وقرآنا فرقناه سبحان الله. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. قل ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الله. ويقولون سبحان ربنا yeah.
سبحان الله. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سبحان الله. قل ادعوا الله ولد الله أو دع الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. سبحان الله. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. روایتوں سے نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان قرآن، شان قرآن. هذا القرآن انزل على سبعة احرف فقرأوا ما تيسر منه. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. سبحان الله. سبحان اللہ، کیا بات ہے. قاری صاحب زندہ باد، آپ بھی بولیے، آپ کا بھی حق بنتا ہے. کم از کم ہاتھ اٹھا کے تو سبحان اللہ بولیے یار، دل بڑا کیجیے اور داد بھی بڑی دیجیے. زندہ باد، جیے. وقل الحمد للہ الذی
حق سبحان الله الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا حق کیا بات ہے زندہ باد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبحان الله ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى سبحان الله هاتھ اٹھا کے یار سبحان الله بولیے کیا بات ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحان الله والنجم إذا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله أكبر بسم
سبحان اللہ أيحسب أن لن يقدر علي أحد يقول أهلكت مالا لبدا سبحان الله أيحسب أن لم يره ولسانه وشفتين وهذيناه النجدين فلقد حمل العقابه سبحان الله الله فلقد حمل العقابه وما أدريك ما العقبة واو كيا كهنے قاری صاحب زندہ باد ألم نجعل له عينين ولسانا سبحان الله کیا بات ہے فک رقبۃ او اقام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة سبحان الله أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان الله إنا صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم. ما شاء الله عزيزان قدر دوران.